السيد هاشم السيد احمد الرفاعي، سؤال مثل ما يقولون عن هالمجلس هذا مال اخوك السيد السيد هاشم الرفاعي الوزير والنائب وشيخ الطريق الرفاعي، شنو فوائده اللي ما حضر؟ مجلس عظيم والله، مجلس يديمه ويديم اهله. امين امين، يعني تحس يرحم الاخ يوسف. امين امين والجميع، يعني تحس امين، تحس اللي يدش يحس وهو طالع، شنو الفرق عمي؟ دخول وخروج من هالباب. ها؟ لما دخلت شلون ولما خرجت؟ دخلت زين وخرجت ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله، يا رب يا رب. والله امين امين، شكرا. جمعه مباركه عمي. سيد بدر السيد هاشم الرفاعي المؤرخ الكويتي. هلا والله، هلا بالشباب، هلا ابو سليمان. كابتن سامي سالم ذيك اليوم توفى سليمان شو اسمه؟ السلام عليكم. هلا هلا سيدي استاذ راشد. هلا هلا والله بالمعرس، الله يسلمك. استاذ محمد وعليك السلام. شكرا سيدي. الله يطول، يا رب يا رب الله يرحمهم. مجالس طيبه وكل الناس تدعو لهم، وان شاء الله يا رب الله يوفقهم يا رب. تجمعوا من جميع الدول. هلا سيدي جميع الاقطار وعلى نفس واحد بالصلاة على النبي. سلام عليكم. سو عليك ساهه ابو سليمان، هذا حلو كان مسوي الواحد لذهاب الاوجاع من سائر الجسد. الوالد كان كاتب له واحد شيخ تجاني. امين امين، حياكم الله، اصبحوا على خير يا